مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من رياضه اليوم. والبدايه على غير المعتاد ستكون برياضه الملاكمه، حيث تجاوز الملاكم المغربي محمد عرجاوي بنجاح الدور الاول من بطوله العالم فئه الوزن الثقيل اكثر من 91 كيلوغراما، والتي تستضيفها العاصمه القطريه الدوحه، بعدما تغلب على الفنزويلي مونيوز ماتا ادغار بالضربه القاضيه ليحجز مكانه في الدور الثاني، حيث من المرتقب ان يواجه بعد غد الجمعه في نزال صعب البريطاني جويز جوزيف المصنف الثالث عالميا في هذا الوزن. للإشارة، فقد تمكن أمس الملاكم المغربي عبد الحق العتقاني من التأهل إلى الدورة الثانية أيضا بفوزه على الهندي مانو كومار بالنقاط في الجولة الثانية من النزال. قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت معاقبة نادي الوداد البيضاوي باللعب مباراة واحدة دون جمهور مع وقف التنفيذ، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب30,000 درهم، وذلك بعد اطلاعها على تقرير الحكم ومندوب اللقاء الذي جمع الفريق البيضاوي بضيفه الدفاع الحسني الجديد لحساب الجولة الثالثة من البطولة. وجاء في التقرير بأن جماهير الفريق الأحمر استعملت الشهب النارية في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما نتج عنه دخان أثر على السير العادي للنزال، مما اضطر الحكم إلى توقيف المقابلة لدقيقتين. كما جاء في التقرير بأن جماهير الوداد رشقت أنصار فارس دكالة بشماريخ خطرة. نبقى في المغرب، حيث يعتزم البطلان المغربيان ناصر بن عبد الجليل ومحمد لهنا عبور المغرب من طنجة إلى الجويرة ابتداء من 11 من شهر أكتوبر الجاري وعلى مدى 25 يوما، وذلك احتفالا بذكرى 40 للمسيرة الخضراء. وقال المغامر ناصر بن عبد الجليل، وهو أول مغربي بلغ قمة جبل إيفرست، قال إن هذا الحدث الرياضي ذي البعد الوطني والتضامني سيشكل مناسبة لتذكير الشباب الذين لم يعيشوا هذه المرحلة بالأهمية والرمزية التي تكتسيها المسيرة الخضراء. وسيخوض بن عبد الجليل هذا التحدي رفقة محمد لهنا، وهو عداء عالمي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سبق له أن احتل الرتبة الثانية في بطولة العالم في رياضة التريتلون قبل 4 سنوات. وصراحة لا ناصر لا انا درنا بزاف ديال التحديات في خارج المغرب، وهذه المرة بغينا نديرو تحدي اللي خدم القضية الوطنية ديال المغربية، لأنه سمعنا به بزاف تلفازة في الأخبار، ولكن ما عمرنا درنا شي حاجة لدعم هذه القضية هذه. دونك حنا كرياضيين بغينا نديرو شي حاجة على الطريقة ديالتنا الخاصة باش نديرو شي حاجة لهذه القضية ديالتنا اللي كتهم المغاربة كاملين. التحدي هو عبارة عن ترياتلون ولكن طويل بزاف، على غيكون على تقريبا على 25 يوم، يكون فيه التحدي الكبير اللي غيكون هو يكون العياء، لانه مع الوقت العياء كيبدا يتزاد فينا، وكنحاولوا ان شاء الله اننا نقوموا باللازم باش نحافظوا على اللياقه البدنيه خلال هاد 25 يوم. اطول ترياتلون في العالم، ترياتلون هو رياضه ثلاثيه فيها السباحه والدراجه الهوائيه والجرى. غنبداو بالسباحه في مدينه طنجه في مضيق جبل طارق 10 كيلومتر، ومن بعد غنديروا الدراجه الهوائيه من مدينه طنجه الى مدينه الداخله، غنقوموا بالجرى 460 كيلومتر بين مدينه الداخله ومدينه القويره، وتقريبا ماراثون كل نهار في 10 ايام. هذا التحدي عنده رسالات كثيره، الرساله الاولى هو زرع روح المثابره عند الشباب، والرساله الثانيه هي حول المسيره الخضراء، هو باش الشباب ديالنا يتفكروا هذه المرحله وهذا التاريخ ديالنا مع المسيره الخضراء. تنطلق الخميس فعاليات جولة جديدة من تصفيات كأس أوروبا للأمم لكرة القدم يورو 2016، والتي ستستضيفها فرنسا مطلع الصيف القادم. فعن المجموعة التاسعة سيستضيف المنتخب البرتغالي المتصدر، سيستضيف مطارده المباشر منتخب الدنمارك. وعن المجموعة الرابعة المنتخب الألماني الأول في الترتيب سينزل ضيفا على صاحب المركز الثالث المنتخب الإيرلندي. وسيغيب عن المنشط في هذا اللقاء لاعبه لوكاس بودولسكي بسبب إصابة في الكاحل. الاختبار لن يكون سهلا للماكينات في ضيافة المنتخب الإيرلندي، والذي فرض عليهم التعادل في الذهاب بمعقلهم وبهدف لمثلها.
من أوروبا إلى آسيا والتصفيات المزدوجة لمونديال روسيا وكأس آسيا بالإمارات العربية المتحدة، حيث ستنطلق الخميس فعالية الجولة الخامسة بمباريات قوية لعرب القارة الصفراء. منتخب فلسطين سينزل ضيفا على منافسه من تيمور الشرقية عن المجموعة الأولى، وعن المجموعة الخامسة المنتخب السوري المتصدر بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث جولات واصل تحضيراته في العاصمة العمانية مسقط لمنازلة ضيفه منتخب اليابان مطارده المباشر في الترتيب وأحد العمالقة الكبار في الكرة الأسيوية. وقت طويل بشتغل مع المنتخبات الوطنية، بعرف اللاعبين بشكل كتير جيد، اللاعبين لعبوا مع بعض لفترات طويلة، لذلك كمان هن بيعرفوا بعض بشكل كتير جيد، والدليل أنه احنا لعبنا ثلاث مباريات حاصلين تسع نقاط، يعني جاهزين من ناحية البدنية، جاهزين من ناحية الذهنية، وهذا شيء مهم جدا. لذلك يعني بكره راح تشوف انه في رغبه جدا قويه للفوز بالمباراه. نحن هون مشان ثلاث نقاط، مو جايين لاي شيء اخر. وي ار هير فور 3 بوينتس اونلي. نعت مرشح رئاسة الفيفا الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون، نعت سويسري بلاتر الرئيس المستقل بالمنافق والكذاب، وقال بأنه ينوي متابعته قضائيا بتعويضات تقدر بمئة مليون دولار. وقال تشونغ بأن المتابعة القضائية سيقدمها في سويسرا للتحقيق في بعض المسائل المتعلقة بأجر بلاتر غير المعلن عنه والذي لم توافق عليه اللجنة التنفيذية حسب قوله، بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. Mr. Blatter, in short, is a hypocrite and a liar. السيد بلاتر باختصار هو منافق وكذاب. كلما تحدثت لزعماء كرة القدم يقولون أو يتفقون بأن بلاتر فاسد، ولكنهم لم يقولوا ذلك علنا، بل يفضلون الاختباء وراء الستار خوفا من جبروته. عندما يكون الاتحاد الدولي في انهيار تام ويكون حكم بلاتر قريبا من نهايته، مع ذلك يجرؤ على الحديث ويصر على البقاء. نختم الرياضة اليوم برياضات السرعة، حيث فاز المتسابق الإسباني كارلوس ساينز بمرحلة الثانية من المنافسة الخاصة بسباق السيارات ضمن رالي ويليبيا المغرب 2015 للسيارات والشاحنات والدراجات النارية. وفي صنف الدراجات النارية فاز بمرحلة الثانية التي جرت أطوارها ضواحي مدينة زاغورا المتسابق البريطاني سام سوندرلاند، بينما عاد المركز الثاني للمتسابق التشيلي بابلو كانتانيلا. وتمتاز المرحلة الثانية من هذا السباق بكونها تتضمن الكثير من الكثبان الرملية إلى جانب مسالك طرقية غير معبدة، فضلا عن كون جزء من هذه المرحلة جرى على امتداد مجار وادي درعا. ختام رياضة اليوم، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.